ما زلنا معكم في هذه التغطية الخاصة إلى فقرة السوشيال ميديا وأهم ما ورد في السوشيال ميديا، حيث نشرت الصفحة الرسمية لنادي أتلتيكو مدريد صور وصول الفريق الإسكندرية لخوض مباراة الأهلي الودية، وغردت الصفحة معلقة على الصور: لقد وصلنا الإسكندرية، شكرا على حفاوة الاستقبال، دائما لنا الشرف بالتواجد معكم في مصر الغالية. وأيضا ردت الصفحة الرسمية لنادي الأهلي على تغريدة نادي الأسباني قائلة: نرحب بكم في أرض السلام، ونتمنى أن تكون مباراة ممتعة غدا. أيضا نشرت الصفحة الرسمية لنادي أتلتيكو مدريد تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن مباراة اليوم أمام النادي الأهلي، جاء فيها: اليوم لنا آخر مباراة في 2017 أمام عملاق الكرة المصرية والأفريقية الأهلي في ملعب برج العرب. وأيضا نشرت الصفحة الرسمية صورا للاعبي الفريق وهم يوقعون على تيشيرتات للجمهور في فندق الإقامة بالإسكندرية، وعلقت صفحة قائلة: لاعبي الفريق في لقاء مع الجمهور المصري قبل ساعات من مباراة الأهلي، شكرا لقدومكم. هذا نكون وصلنا لختام هذه الفقرة من تغطيتنا الخاصة. تستكملون اليوم فقرات التغطية الخاصة لمباراة الأهلي وأتلتيكو مدريد مع زميلي تامر صقر وضيوفه الكرام، مني ومن زميلي عمر ربيع ياسين. متابعة ممتعة.